السلام عليكم، أنا سليمة. وأنا أخوها سليم، ونحن المستكشفين الصغار. سنذهب اليوم في رحلة لاستكشاف بيئة سلطنة عمان. هل تحبون الرحلات؟ لنبدأ الرحلة، يجب علينا تجهيز مستلزماتها: صندوق الغداء، الحقائب، أكياس النفايات. قولوا معي: صندوق الغداء، الحقائب، أكياس النفايات. اكتملت أغراض الرحلة، فلنغلق حقيبة السيارة. قولوا معي: أغلقي يا حقيبة. قولوا بصوت أعلى لتغلق: أغلقي يا حقيبة. لنبدأ الرحلة، يجب أن يخبرنا نظام الخرائط بمسار الرحلة. أين نظام الخرائط؟ قولوا معي: أين نظام الخرائط؟ أهلاً بكم يا أصدقاء. ستنقسم رحلتنا إلى 4 محطات: أولاً شاطئ السيب، ثم وادي فنجاء، ثم الجبل الأخضر، ثم سوق نزوة. شاطئ السيب، شاطئ السيب، وادي فنجاء، وادي فنجاء، الجبل الأخضر، الجبل الأخضر، سوق نزوة، سوق نزوة. هيا فلننطلق يا أبي. سليمة، حقا جميل، هواء منعش وأمواج زرقاء. أسمع صوت بكاء يا سليم. هيا فلنتفقد مصدر البكاء. أخبرينا يا صديقتي، لماذا تبكين؟ أنا شروق، وأبكي لأن بعض السياح دمروا شاطئ السيب الجميل بنفاياتهم. ما الحل يا أصدقاء؟ أحسنتم، سنساعدها في جمع النفايات. لا تحزني يا شروق، سنساعدك في جمع النفايات. ولكن كيف نجمعها؟ جمع النفايات بسيط جداً. نجمع النفايات، نضعها في الكيس، نربط الكيس بإحكام، نضع الكيس في الحاوية. نجمع النفايات، نضعها في الكيس، نربط الكيس بإحكام، نضع الكيس في الحاوية. تلك النفايات نضعها في الكيس، وتلك النفايات نضعها في الكيس، ونربط الكيس جيداً جيداً، ثم نرميه نرميه في الحاوية. شكراً على مساعدتكم يا أصدقاء. لا شكر على واجب يا شروق. هيا فلنكمل الرحلة يا سليمة. هيا إلى اللقاء يا شروق. إلى اللقاء، إلى اللقاء. لا 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 ل